نقدم كافة الخدمات الطبية والصحية واللقاحات والأدوية بشكل مجانا لكل أنواع الحيوانات، ويوجد لدينا مخبر بيطري لتحليل عينات دم، تحليل الحليب، تحليل بعض الأمراض لتساعد في شفاء هذه الحيوانات. أضف إلى ذلك مجددا تم شراء جهاز إكس راي أشعة، هو الأول والفريد من نوعه ضمن المحرر السوري، لتشخيص حالات الكسور، الشظايا، الإصابات البطنية نتيجة القصف أو الحرب. ايضا نقوم بحملات ضد مرض السعار او ما يسمى داء الكلب، اللي انتشر تقريبا في شهر 9 و10 ب 2023 بمنطقه جسر الشغور او المناطق الحدوديه لتركيا. تم تقديم 500 لقاح ضد مرض السعار، وتم علاج بعض الحالات وتم علاج بعض الحيوانات الاليفه.